أعلنت وزارة الصحة شفاء 751 حالة من مرض كوفيد-19 خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد 126,344. في غضون ذلك أعلنت الوزارة عن تسجيل 718 إصابة جديدة بالمرض، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 135,650 حالة، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 833 حالة.